نعم عبد الله، نتواجد الآن في أحد المواقع في مشعر عرفات، وخلفنا قطار عرفات. هذا القطار حقيقة من بداية ساعات الفجر الأولى والرحلات متتالية في هذا القطار بكل يسر وسهولة وحركة حقيقة سلسة. وللأمانة الجميع هنا في هذا المكان يعني يشعر بالتنظيم الجميل من كافة الجهات العاملة هنا في قطار المشاعر. طبعا أنا يعني الكلمات حقيقة في هذا اليوم في يوم عرفة لا أستطيع حقيقة أن أصف لكم هذا المشهد المهيب والمشهد حقيقة الإيماني، لكن الأجمل من وصفي أنا الحاج يصف هذا المشهد بشكل جميل، وأيضا لأنه يعني عايش هذه المشاهد الإيمانية. لو تسمح لي عبد الله نأخذ أحد الحجاج معنا. في البداية لو تعرفنا عن اسمك. خالد. خالد من أي دولة؟ من مصر. طيب إيش حاب تقول لنا وأنت اليوم في على صعيد عرفات وأتيت الآن تقريبا من الساعات الأولى؟ الأول الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أنا بشكر كل العاملين والقائمين على هذا التنظيم، تنظيم جميل جدا وحاجة رائعة، بذل مجهود فوق الوصف. الناس، الإخوة، القادة، العاملين، الجهات الإدارية والمعنية والحكومية وكل العاملين على تنظيم الحج، يعني أسأل الله عز وجل أن يجعل ذلك في ميزان حسناتهم وأن يديم على هذه البلاد الأمن والأمان والسلامة. هذه المشاعر التي نحن فيها الآن يعني يشعر بها ويعيشها كثير من الناس حتى وإن لم يأتوا إلى عرفات، وكم من الناس اشتاقت لهذه اللحظات أن تكون في مثل هذا الموقف على صعيد عرفات. أسأل الله عز وجل أن يجعل لكل مسلم ومسلمة نصيبا في الوقوف على عرفات. وفي البداية يعني قبل أن أتكلم عن هذه المشاعر أحب أن أشكرك أخي سعد، جزاك الله خير على هذا اللقاء الطيب، وأقول لكل المسلمين يجب عليهم الدعاء، لكل من قام على تنظيم هذا العمل الرائع وهذه المنظومة الكبيرة لتنظيم الحج في هذا العام. وكل عام بفضل الله عز وجل نرى ابتسامات على وجوه الإخوة المنظمين واستقبالهم وودهم وتعاطفهم والسهولة واللين والبشر في وجوههم. هذه يعني تحتاج منا إلى شكر لهم، وأنا من هنا من هذا الموقف ومن هذا المنبر أشكر كل العاملين والقائمين على تنظيم الحج، وأسأل الله عز وجل أن يجعله في ميزان حسناتهم. وشكرا لك أخ سعد، جزاك الله خير على هذه الساعات والدقائق الطيبة، وأسأل الله عز وجل أن يديم على هذه البلاد أمنها واستقرارها وسعادتها، وأن يبارك لنا في كل من قام في تنظيم هذا الحج. شكرا لك وجزاكم الله خير، وأسأل الله عز وجل أن يديم علينا الحج. آمين، اللهم آمين. أسأل الله أن يتقبل منكم الحج بإذن الله تعالى. لو تأتي معنا لو تعرفنا عليه. مبروك عبد الله بن غديد باقطيان من اليمن. من اليمن. نعم. الله يحييك. نعم. نبغى وأنت اليوم في على صعيد عرفات وأتيت والمشهد اللي أمامك، إيش حاب تقول بهذه الأجواء؟ من الله أقول الحمد لله، ذهبت كورونا إن شاء الله وروحت إن شاء الله، الحمد لله إحنا في نعمة، نعمة عظيمة. أسأل الله أن يديم أمن هذه البلاد، أن يديم أمنها. ما شاء الله تبارك الله، أمور طيبة مرتبة، كل شيء مرتب، آمنين مطمئنين من يوم دخلنا هنا، سبحان الله. أسأل الله في هذه الساعة أن يوصل الدعاء الملك سلمان وولي عهده والحكومة السعودية، بارك الله فيهم وحفظهم، نحن نحبهم يا أخي. إيمان 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 وسنة عندهم إيمان وسنة، ما شاء الله ما شاء الله تبارك الله، وأمورنا طيبة يا أخي، وحقنا طيب ومبارك وأمورنا طيبة، نحمد الله ونشكره. أسأل الله أن يوفقكم جميع، حفظكم الله ورعاكم. الله يتقبل منكم إن شاء الله. لو تأتي معنا لو تعرفنا عليه. نبيل علي ساري. نبيل علي ساري من اليمن. اليمن. طيب أنت اليوم في مشعر عرفات وأتيت ما شاء الله تبارك الله الآن من منى، حدثنا عن أو كلمة حاب تقولها لنا الآن. والله أول شيء الحمد لله والشكر لله على هذه الفريضة المقدسة، والحمد لله الذي يعني أكرمنا بالمجيء إلى الحج، ولله الحمد. والله الحمد لله الأمور كانت يعني أكثر تيسيرا من بداية من الحرم ومرورا بمنى ومرورا بعرفات. وسائل التنقل والتي كانت من الصعب جدا على الحاج انه يعملها ادت الان يعني في منتهى السهوله للجميع، سواء العاجز سواء الامراه سواء الشاب،
كان وسائل التنقل لله الحمد جميلة. الآن كان باستطاعتنا الآن بالتنقل إلى مسجد نمرة، لو كنا ماشيين من قبل كان بيكون صعب جدا الوصول إلى مسجد نمرة، لكن لله الحمد مع وسائل التنقل الحديثة، القطارات والباصات والمخيمات المرتبة، يعني كثير من الهم 90% من هم الحاج مشى، بقى متفرغا لأداء الفريضة، لا يهم هذه الأشياء تنقلات وأكل وشرب، يعني كل هذا متيسر ولله الحمد، ما عدا إلا نركز على الفريضة ولله الحمد، ونسأل الله القبول ونسأل الله الأمن والأمان لهذه البلد، بداية من ملك المملكة العربية السعودية وهو ولي عهده، ونسأل الله أن يديم الأمن والأمان عليهم ويحفظهم، وشكرا جزيلا لكم. نسأل الله أن يتقبل منكم الحمد. وياك إن شاء الله، جزاك خير. إذا عبد الله، حقيقة المناظر هنا في مشعر عرفات لا توصف، ولا أستطيع أن أصفها ولا